انا كنت برضو بتعالج من فترة مع دكتور تغذية برضو عشان نحافة. يعني انت عايز بالفعل مشيت على ايه بقى؟ خدت ادوية معينة؟ الوحيد التراكتين واللي هو الأقراص الخميرة والنوع التالت مش فاكرة اسمه، لونه أورنج كده. ده دكتور يعني بص، مش هتعلم فترة وجابوا معايا نتيجة، أنا قصدي بس لما سبتهم رجعت للصفر تاني. نانا النهاردة والله. أنا يعني أنا بص هقول لك حاجة، بس عادل كده تليفون. بس عادل كده تليفون. عامله ايه يا نانا؟ يعني شكلي يعني انت خدت الترياكتين وخدت البودره اللي هي اللي اسمها ايه، بيسموها شوكو نوستر ولا الفرافيرو ولا لا، اخدت الترياكتين والقراص الخميره ونوع تالت لون اورنج كده مش فاكره اسمه. يعني عمل لك تحليل هو الدكتور ولا من غير تحليل كده دخلك؟ عملت تحليل. عملت تحليل ايه؟ انا وزني كان 48 كيلو. تمام. 48 كيلو من اصل 65. 48 كيلو من اصل عدد خنزير كمان 65 كيلو. انا اصلا طولي 63. طولك 63؟ ايوه. طب ما طلعش عندنا اي مشاكل صحيه؟ ما عملت التحاليل مثلا انيميا حاجه؟ لا، هو الانيميا انا اصلا كده عندي انيميا من بدري يعني، بس كانت ايه، كانت كويسه عندي المره دي، كانت حوالي 12 معايا او 11 وشويه. يعني عايزه تتريف هي دايما 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 بتيجي معايا 10 9 ونص 10، دايما انيميا 9 ونص 10. طب انت محتاجه تزوديها 3 جرام على الاقل، يعني المفروض نوصل 13 يعني 14، كمان من 14 ل 17 كده كويس. ايوه، ما هو انا مشكله ان انا يعني في الاكل ما باكلش، ما شهيتي دايما مقفوله. بس لما اخدت تركتين وكده، بصي انا كنت باكل بطريقه غبيه، باكل كتير وكده، بس سبت بس العلاج يومين اتنين او حاجه شبه كده، رجعت تاني ولا اي حاجه. عملتي تحليل براز ولا حاجه؟ لا، كان دم بس. لا، اعملي بص، فقدان الشهيه اللي موجود عندنا ده ممكن يكون سببه ديدان في الامعاء. احلل؟ ما عنديش ديدان. نعم، ما فيش ديدان عندي. وانت عرفتي ازاي؟ دخلت جوه بطنك وشفتي ولا ايه؟ حللت. عملتي؟ ما انا قلت لك عملتي تحليل، قلت لي لا ما عملتش الا صوره دم كامله. بس لا، ده قبلها، ده قبل الدم يعني، قبل ما اكشف اصلا. عملتي تحليل؟ طب عندك التحليله ديت يعني مكتوب؟ لا، مش عندي دلوقتي. مش فاكره من الكلام ده، من حوالي 4 شهور او حاجه شبه كده. والله خلاص، هو ممكن تعملي يعني، انت لو عملتي تحليل براز والحمد لله طلعنا صحيا بخير، ممكن تعملي. طب هل في تساقط في الشعر؟ هل في مثلا؟ ايوه. في نهجان؟ تساقط في الشعر؟ في نهجان كبير يعني، نهجان كبير مثلا، بنبذل اقل مجهود، تعب بالظبط كده. اقل حاجه بتهبطني وشعري بدا يقع، ويعني الحاله الصحيه تدهور الصراحه. طب اعملي تحليل غده، اعملي تحليل غده، ممكن يكون عند لا قدر الله عندنا مشاكل في الغده ولا حاجه. فتحليل الغده اللي هي تي اس اتش مع الفري تي 4 لو انا بنصحك، وتواصلي معايا في الخاص، وان شاء الله رب العالمين بعد ما تعملي التحليله ابعتيها لي وانا اقول لك ايه اللي هنعمله ان شاء الله تعالى يعني. بس لو كنصيحه تستفيدي يعني، عشان شعرك اللي بيقع ده ممكن يكون عندنا مشاكل في الغده، فتاكدي ان انت مش عندك مشاكل في الغده الاول قبل ما نمشي على اي بروتوكول علاج، العلاج اي مرض يعني. تمام. لو واحد بيخس باستمرار بيبقى اسباب الخصيه ايه؟ يعني بينزل في الوزن بسرعه. بقاله قد ايه بينزل في الوزن بسرعه؟ انا عندي ابني، ماشي، انا عندي ابني بيتعالج من التشنجات، بياخد اقراص كبره ودباكين، كبره 500 ودباكين 400 كل 12 ساعه. حلو. وزنه واقف على 47، ما بيزيدش. هل هو السبب في الادويه؟
ولا في سبب تاني بيبقى؟ طوله قد ايه؟ طوله طوله حوالي 159 سنتي. طوله 159 سنتي. وسنه قد ايه؟ 24. سنه 24 سنة. وزنه وطوله واقف على ده بقاله فترة، واقف على كده بس، بيروح كان ياخد العلاج وبس. يعني كذا مرة انا احاول ان انا اقول له تعالى نروح لدكتور، هو رافض، يقول لي خلاص انا كده خلاص، يعني انا واقف على كده، وانا عارف ان انا لا هزيد ولا طول ولا هزيد وزن من زمان. يعني ليه هو متشائم كده؟ هو مش بيدرس ولا حاجة في الكلية؟ لا بيدرس، بالعكس بيدرس ومثقف جدا، ولما تقعد معاه ما تلاقوش زي الشباب التافهة، يعني تلاقيه بيتكلم معاك في مواضيع أكبر من سنه. عنده 24 سنة هو. والله كويس. طب بص، يعني هو بياخد أدوية مهدئات و صح كده؟ لا هو الكبر. لا هو الكبرة والدباكين عشان التشنجات ما تجلوش. تمام. ومركب جهاز بقاله 7 سنين، الجهاز ده بتاع التشنجات اساسا. هل في حاجة غير التشنجات عنده؟ لا لا والله. بص، في نظام اسمه نظام، يعني عشان موضوع التشنجات ده يعني من افضل الانظمه اللي ممكن نستخدمها مثلا لياكل لعلاج التشنجات او كده، بس في البدايه هو نظام الكيتو دايت. مع نظام الكيتو دايت انا ممكن اديك اقول لك على شويه مكملات غذائيه تاخديها برضو ممكن تفيدنا في موضوع زياده الوزن شويه. ايه هي المكملات اللي ممكن تفيدنا مثلا وليكن في حالته؟ في حاجه اسمها الشوكو مونستر، في حاجه اسمها الشوكو منستر. الشوكو منستر ده عباره عن بودر، ده بنستخدمه يعني تقدري ان هو عباره عن بروتين زائد ان هو برضو بيرفع من مناعه الجسم، وبيستخدم في حالات الايرون ديفيشنس انيميا، والايرون ديفيشنس انيميا اللي هو انيميا نقص الحديد. ممكن ناخد الشوكو منستر ده يبقى حاجه منها كبروتين وبتزود مناعه الجسم. طيب انا بما اني لي الصاله فتره، حساب بناء كتلة الجسم كيف؟ بناء كتلة الجسم عضلات يعني. انت وزنك قد ايه؟ انا وزني 78. وزنك كم؟ 78. وطولك؟ 173. 173 يعني. انت دلوقتي عايز تعمل كتلة، انت الحمد لله انت اصلا جسمك كويس فيتنس، ولا انت لسه عايز تعمل؟ لا فيتنس. والله بص يا اخي، يعني لو هقول هتكلم مثلا وليكن اللي احنا عايزين نبني كتلة عضلية، اكيد انت مرت عليك هذه المعلومات، لكن خليني انصحك بيها برضو بشكل سريع كده. يعني اول حاجة نتكلم عن النظام الغذائي الصحي السليم المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتين، من الفيتامين، من المينرال، من الفايبر، وهكذا. ممكن نتكلم برضو، هنتكلم عن البروتين. البروتين، ما نيجي نتكلم عن كتلة عضلية فانا لازم تلقائيا نتكلم عن البروتين، لان البروتين ده هو المكمل الغذائي اللي هيبني لنا الكتلة العضلية. هل فيها ضرر؟ يعني ايه اللي فيها بقى؟ المكملات الغذائية في الاستمرارية، يعني اي مكمل غذائي بتتحدث عنه؟ البروتين، اي الفيتامينات، واي بروتين، عرفت؟ بودر. بروتين كويس ممكن تستعمله، ما فيش مشاكل، بس ما تستعملش الواي بروتين اللي موجود في الجيم، لان يعني ده حاجات اللي بتبقى جايه عن طريق التهريب ديت، انا ما اعرفش تركيزاتها. استعمل اللي موجود في الصيدليات يعني، عادي ما في مشكله يعني. استخدم الواي بروتين، بس استخدمه اللي موجود في الصيدليات، ما تستخدمش اللي موجود في الجيم. حلو. طيب بالنسبه يا دكتور، ان انت لما اخذ باليوم 3 سكوبات او 4 سكوبات مع يمكن تقريبا 5 وجبات الى 6 وجبات، هل فيها خلل ولا الكبد؟ 5 سكوبات من ايه؟
من 5 سكوبات بيبر، ايه 5 سكوبات واي بروتين وخمس وجبات. 5 سكوبات كتير يا هو الأمانة. لاحظ ان جسمي وقف على كتلة معينة، ف تضطريت الى الامر ذا عشان ازيد. يا اخي ما مش العبرة بالزيادة، انت لو جسمك فتنس وخلاص، مش العبرة ان انت تعمل يعني. اصل انت دلوقتي انت راجل مثلا داخل بطولات او حاجات زي كده. لا لا ماني راعي بطولات. يا خلي جسمك فتنس وخلاص يعني. انا ما بنصحش حد يأفور نفسه قوي 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 زيادة عن اللزوم، لان الأفورة زيادة عن اللزوم ديت ممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة يعني. بص، تناول البروتينات بشكل مبالغ فيه ممكن يعمل لنا مشاكل في الكلى يعني، يعني او في الكبد او الكلى. فلو بنصح مثلا وليكن بشكل مستمر، لو واحد مثلا بياخد بروتينات موجوده عن طريق النظام الغذائي، هو افضل حاجه ممكن تاخدها عن طريق النظام الغذائي كبروتينات يعني. اما بقى البروتينات اللي انت عايز تاخدها كمكمل غذائي، ماشي تاخد كميات، لكن ما تاخدليش مثلا 5 سكوبات في اليوم يعني. هدي 5 سكوبات في اليوم، انا شايف ان هو كميه يعتبر كبيره شويه بالنسبه مثلا لكم لشخص. زائد انت اصلا كده كده بتاكل الاكل فيه بروتينات، فالبروتينات مع الاسكوبات، فلا قدر الله ممكن يحصل لنا مشاكل في الكبد نتيجه زياده البروتينات بشكل مبالغ فيه يعني. اها حلو دكتور، والله معلوماتك طيبه. طيب دكتور، وش افضل فحص يبين لي انزيمات الكبد وكذا؟ والله افضل فحص انزيمات الكبد اللي هو ALT مع الAST. ALT مع الAST. AST. الله يعطيك العافية، والله ينور دربك يا دكتور، وفرصة سعيدة وتشرفنا فيك. الله يخير، ربنا يحفظك. بغيت نسولك على الأكل، الأكل الصحي يعني في الفطور، شو الوجبة اللي خصني نلتزم بيها في الفطور بالأخص؟ شو الوجبة اللي ايه؟ فطور في الفطور ايه الصباح؟ انت بتقولي ايه هو النظام الغذائي الصحي، وخصوصا في وجبة الفطور تنصح ازاي تكون وجبة بص، لو بيجي نتكلم مثلا وليكن عن وجبة الفطور كوجبة صحية، بنتكلم يبقى فيه ثلاث حاجات اساسية و نقدر نقول عايزين احنا ثلاث حاجات اساسيه، اللي هي النشويات، اللي هي البروتينات والدهون. نشويات، بروتينات، دهون. ومع الدهون بنتكلم عن الياف، بنتكلم عن فيتامينات، بنتكلم عن معادن، بنتكلم عن مية. في 7 حاجات اساسيه عشان نتكلم، مش في الفطور فقط يعني، في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، عشان تكون الوجبه صحيه لازم يبقى فيها 7 عناصر رئيسيه. ايه هي 7 العناصر الرئيسية؟ نقدر نقول مثلا البروتينات مثلا زي البيض، ايه زي الجبنة، زي الجبنة القريش. طبعا النسب دي بتختلف من شخص للتاني على حسب الوزن والسن والطول والحالة الصحية، وهل هو عنده مرض معين وكنتيجة لوجود هذا المرض طب في مسموحات ممنوعات، على حسب نمط حياته، على حسب البيئة اللي هو عايش فيه، على حسب الحالة المادية بتاعته هيقدر يشتري ايه بالظبط. فده كله بيراعى يعني. مثلا مش هقولك على حاجات مثلا بسيطة قوي، بالرغم ان انت مثلا وليكن ممكن المكان الاقتصادي اللي انت فيه لا يسمح ان انت تشتري حاجات غالية، فممكن اقول لك الحاجات الغالية ممكن تكون مفيدة بالنسبة لك. اللي انا بس عايز اقوله لك عشان مش عايز اتوهك معايا، عايز في الدقيقة ولا 14 ثانية دي بحيث ان انا اجاوب على السؤال بتاعك كده بشكل سريع. احنا لو اتكلمنا بس كده على تقسيمة الاكل فاحنا بنتكلم في بحر كبير جدا، فعشان بس مش ادوخك معايا، قلنا احنا محتاجين مثلا في وجبة الفطور بتاعتنا ان في بروتينات، البروتينات زي الجبنة القريش، ويفضل طبعا الجبنة القريش يعني تعتبر يعتبر بديل صحي لجميع انواع الجبن اللي ممكن تكون موجودة عندنا. اقرب للجبنة القريش ممكن الجبنة الفيتا لايت، معرفش متواجدة عندكم في تونس او المغرب ولا، بس هي تعتبر بديل، تعتبر جميلة جدا برضه ممكن نستخدمها. قلنا بيض او جبنة مثلا، ده احنا بتكلمنا مثلا وليكن على البروتينات، خدنا كده البروتينات. نخش تاني حاجة على النشويات. النشويات زي ربع رغيف او نص رغيف او رغيف على حسب وزن الشخص يعني، او حسب سنه، زي ما قلنا كده على حسب
طبيعة جسمه بيتم تحديد الكمية اللي هياخدها ايه. لكن بشكل اساسي النشويات تبقى زي ايه؟ زي العيش، زي العيش مثلا ممكن ناخده، او التوست. الدهون مثلا ممكن ناخدها من زيت من 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 الزيتون. يعني الكيمياء بتلعب دور. نعم كيمياء. اه الكيمياء بتختلف من شخص للتاني على حسب. قلت لك الكيمياء. لو حابه نكمل تاني. ايه واخا نكمل الكمية. انا بقول لك الكمية. شكرا ليك. الكمية بتختلف من شخص للتاني على حسب سنه ووزنه وطوله وحالته الصحية، نمط حياته، بيصحى الساعة كام، بينام الساعة كام، بعد الفطار، الغداء، العشاء، نوعية الأكل فيهم، بيحب أكل الحلويات، بيحب المشروبات الغازية، الفحوصات اللي عنده، نبدأ نقول المسموحات والممنوعات. فدي محتاجة إن أنت تروحي لدكتور تغذية، يديلك أي دكتور تغذية جنبك، حتى لو أنت مش مريضة، حتى لو أنت صحيا بخير، تروحي لدكتور تغذية علشان يديلك نظام خاص بيكي على حسب سنك ووزنك وطولك علشان تحافظي على صحتك بشكل مستمر. لكن أنا اللي بقول لك عليه، أنت محتاجة ثلاث حاجات، قلنا ثلاث حاجات أساسية اللي هي زي البروتينات زي البيض أو الجبنة، النشويات زي العيش أو التوست. مثلا في وجبه الفطار بتكلم مثلا الدهون ممكن ناخدها من 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 الزيتون، سواء كان الاخضر او الاسمر بجميع انواعه، نقدر نقول عليها ان هي مثلا فيها الدهون الصحيه اللي احنا ممكن ناخدها. بنتكلم عن الافوكادو. يا افوكادو. خليني اكمل وانت هتلاقي الاجابه اللي انت عايزاها. خلينا اكمل اجابه السؤال وبعد كده اخش. اتفضل. استفاده كبيره. ماشي. قلنا يبقى احنا قلنا كده النشويات والبروتينات والدهون. ناخد بعد كده مثلا وليكن نتكلم عن الفيتامينات. في ثلاث حاجات موجودين في حاجه واحده. ثلاث حاجات دول موجودين فين؟ الثلاث حاجات اللي هو الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف. الثلاثة دول بنلاقيهم في طبق السلطه خماسي الالوان. طبق السلطه خماسي الالوان ده اسمه طبق الدكتور احمد عطيه الدهشلي، اللي هو اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجل والكابوتشا، اللون الاحمر زي البنجره والشمندر، اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر. ده طبق السلطه خماسي الالوان. لو قدرنا ان احنا ناخد طبق السلطه خماسي الالوان ده يبقى احنا خدنا منه ثلاث حاجات اساسيه: الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، والالياف. مع طبق السلطه خماسي الالوان ممكن ناخد حاجه جميله قوي، ناخد الميه بتاعتنا. لو انا تخين ووزن كبير ما اجي اشرب الميه، يبقى شرب الميه يكون قبل الوجبات. لو انا رفيع وعايز ازيد في الوزن، اشرب الميه يكون شرب الميه بعد الوجبات. بالنسبه لشخص تخين ممنوع شرب الميه اثناء الوجبات او بعد الوجبات. ده كده بالنسبه كوجبه مثلا، كان بنتكلم كنموذج لوجبه فطار صحيه. ده كده اللي جاب على السؤال. اسالي السؤال اللي بعده. شكرا لك والله، اجوبه حسن فاني كثير. شكرا، تسلم والله. عندك اسئله ثانيه اسالي معاك. بتعرف الشوفان؟ الشوفان ممكن ممكن ناخد وجبه شوفان برضو كبديل صحي كويس برضو في الفطور بتاعنا. وجبه الشوفان دي تبقى ايه؟ انا ممكن وجبه الشوفان دي تعتبر وجبه متكامله لو حطينا عليها وجبه متكامله، اللي هي تبقى مثلا وليكن مثلا نص كوب شوفان عليه كوب حليب كامل الدسم. مع كوب الحليب كامل الدسم ده نحط عليه مجموعة مكسرات كده، مع المكسرات نحط معلقة عسل نحل أو معلقتين عسل نحل. كوجبة يعتبر برضو في وجبة الفطور بديل صحي ممتاز برضو. ممكن ناخده منه النشويات، ناخد منه الكربوهيدرات، ناخد منه البروتينات، ناخد منه الفيتامينات، الأملاح المعدنية، ناخد منه الألياف، والمية كده كده بناخدها قبل الوجبة. انا بعمل شوفان وزيد عليه موز. حلو. وشوفان يعني مطحون. حلو. واعمل عليه موز وطيبه على شكل بانكيك. حلو ممتاز، طعمه لذيذ وحلو وصحي. هذا هو فطوري. حلو. حلو بس زودي زي ما قلت لك كده. شكرا لك. زودي جميل جدا، اعملي استمري، لكن زودي عليه شويه مكسرات. زودي عليه شويه مكسرات بحيث الفايده، زودي عليه معلقتين عسل او معلقه عسل برضو لزياده الفايده والاستفاده بشكل مبالغ من وجبه الفطار يعني.
أخبارك يا دكتور أحمد؟ والله الحمد لله تمام، مية مية كويس. دكتور أحمد في أسألك سؤال جاوبني. ممكن. يعني بالطب يعني طبعا أنا بشرتي كتير دهنية وبستعمل غسول بنشف الدهون، كل شيء جربته وما يروح الدهن، شنو أسوي؟ شو بتنصحني؟ وأكلي صحي. إيه هو الأكل الصحي بتاعك؟ يعني باكل سلطات، باكل اشياء مشويات، ما يعني ما اكل عيش واشياء هيك فيها الدهن، وهذا بحاول يعني خضار فواكه باكل كثير. بتاخذي مكملات ولا اي مكملات غذائيه؟ والله ما ادري، باخذ نص لاني ما عندي نوم، ما عندي شيء بكره بالبيت. بقول لك بتاخذي اي مكملات او اي ادويه؟ انت صحيا بخير الاول؟ هو انا بس عندي فقر دم وشويه عندي نقص فيتامين د، من شويه رحت سويت تحاليل وهيك. والله لو عندك فقر دم لازم تاخدي ادويه الحديد، يعني مثلا بتاخدي ما احبهم والله، بحب اخذهم بس ما بحبش يعني الهيموجلوبين طعمتهم. الهيموجلوبين تبعي واطي بس نسيت كم، والله من شهرين مسويه كانت هذا كان كم. بصي في ثلاث حاجات مش بمزاجك غصب عنك لازم تاخديها علشان تحل المشكله اللي عندك. الانيميا طول ما هي ما بتتحلش البشره بتاعتك، ما هو عندي انيميا طول ضغطي وايد دايما، يعني دايما في 80 70 هيك يعني. انت سامعاني؟ انت فهماني بقول لك ايه؟ ما اجي اتكلم. ايه انا فهمك فهمك. انا بقول لك دلوقتي لو احنا ما حلناش الانيميا اللي موجوده عندنا هيكون عندنا كل المشاكل اللي انت بتقوليها دي، ممكن تكون هي اعراض للانيميا اللي موجوده عندنا، فلازم نعالج الانيميا اللي موجوده عندنا. الانيميا نعالجها ازاي؟ اتكلمنا مئات المرات يعني سواء كان في حلقات او حتى على الميكو هنا، قلنا بشكل مستمر الانيميا دي بتتعالج بخمس حاجات اساسيه. اول حاجه لازم نبحث عن السبب وعلاجه، يعني مثلا لو عندنا قرح في المعده لازم نعالج قرح المعده. لو احنا بنشرب المشروبات الغازيه والقهوه والشاي والنسكافيه والافراط فيهم ممكن يكون سبب في عدم امتصاص للحديد في الجسم، فممكن ناخد حتى ادويه. هو انا بس نسكافيه اشرب. كل واحد بيشوف ايه اللي بيعمله بقى. النسكافيه المفرط، النسكافيه المفرط لازم نعمل تقنين بشكل جزئي، مش هقول لك بشكل كلي 100% لكن بنسبه 90% لازم تعملي تقنين يعني من النسكافيه. النسكافيه ممكن يكون مفيد لو اتاخد بكميه معتدله، يعني بنقول مثلا كوبايه في اليوم، حد اقصى كوبايتين في اليوم، لكن مش نشرب 30 40 كوبايه في اليوم يعني. يبقى انا اتكلمنا اول حاجه لازم نبحث عن سبب المشكله. مثلا هل مثلا وليكن بيشرب مشروبات غازيه بشكل مفرط، هل بنشرب نسكافيه بشكل مفرط، لازم نشوف ايه الحاجه اللي احنا بناخدها من الحاجات ديت ونبدا نعمل تقليل فيها. دي كده رقم واحد. لازم نبحث هل عندنا مثلا وليكن قرح في المعده ولا لا. لو عندنا قرح في المعده لازم نعالج هذه المشكله. لا قدر الله عزنا الله واياكم لو عندنا اي سرطانات من اي نوع لازم نعالج هذه المشكله. لو احنا مثلا وليكن في مرحله حمل بسبب نقص التغذيه برده ممكن يكون الحمل سبب برضو للانيميا اللي موجوده عندنا. فلابد ان احنا نبحث عن سبب المشكله في البدايه ونعالجها. ديت اول نقطه في العلاج. تاني حاجه بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد زي الكبده والسبانخ والعسل الاسمر واللحمه الحمراء والكبده والكلاوي تعتبر الحاجات ديت موجود فيها الحديد بشكل مركز، ناخدها في النظام الغذائي بتاعنا. تالت حاجه لازم ناخد اقراص الحديد. اي نوع من اقراص الحديد لازم ناخد اقراص الحديد. اقراص ناخد الحديد نشوف نسبه الهيموجلوبين اللي عندنا قد ايه ونمشي على اقراص الحديد على حسب ما الطبيب يحدد لك، على حسب التحليله بتاعتنا للهيموجلوبين بتاعنا. بس بشكل اساسي. تاني حاجه بناخد حاجه اسمها حمض الفوليك. حمض الفوليك برضو يعتبر من ضمن الحاجات، حمض الفوليك يعتبر من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو لو احنا عايزين، برضو يعتبر من ضمن الحاجات، حمض الفوليك يعتبر من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو لو احنا عايزين نعالج مشكله الانيميا، لانه بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، وايضا لازم ناخد فيتامين بي 12 عشان برضو بيساعدنا على تكوين كرات الدم الحمراء. فاحنا بنحتاج فيتامين بي 12، بنحتاج حمض الفوليك، بنحتاج اقراص الحديد، بنحتاج اغذيه تحتوي على عنصر الحديد، بنحتاج نبحث عن سبب مشكله الانيميا الاساسيه ونعالجها علشان نستطيع ان احنا نحل. اما المشاكل الجلديه بشكل اساسي لو ننصح مثلا وليكن بمكملات غذائيه في ال 32 ثانيه اللي باقيين ديت، كمكملات غذائيه مفيده للبشره بشكل مستمر ممكن نتكلم عن الزنك. ممكن نجيب الزنك وناخده مره يوميا بعد الفطار او الغداء، هيبقى مفيد لموضوع للبشره الدهنيه، مفيد جدا لموضوع البشره الدهنيه. الزنك جيبي اي مكمل غذائي في الصيدليه فيه الزنك ممكن تستعمليه مره بعد الفطار او مره بعد الغداء يوميا، ممكن يساعدنا في حل هذه المشكله. لكن الاصل ان احنا نحل المشكله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها في البدايه. تمام يا دكتور مرسي، وسامحني طول هيك يعني تعبت معي. شكرا لك، كلك ذوق. الله يسعدك، كلك ذوق اخوي والله. شكرا. الله.